السلام عليكم، اليوم غادي نوجدو تحلية باردة للسحور كتجي لذيذة بزاف وسهلة في التحضير وكتعجب الوليدات الصغار بزاف وغتعجبكم حتى نتوما. الطريقة سهلة ديال التحضير. من المكونات ديالها عندنا 2 معالق ديال السنيدة كبار، 2 معالق ديال الزبدة دايبين، 2 بكيات ديال البسكوي يكونوا مطحونين، وزلافة ديال الفريز، و3 الكؤوس ديال دانون طبيعي. وعندي هنا بواط ديال الكيري حيت انا متوفر عندي، غناخد تقريبا النص، ما وصلش النص. مي نتوما الا ما كانش متوفر عندكم تقدروا ديروا 3 المكعبات ديال الكيري. ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه كنوجدوها هي اننا كناخذوا هذا البسكويت اللي حنا طاحنينو، كنزيدوا عليه الزبده اللي دايبه، كنحاولوا نلبسوه مزيان. هادي هي اول حاجه كنديروها. كيجي على هذا الشكل السكر مع فريز ديالي ملي كنطحنو، كيجي هكا خاسر. غادي نديرو في المجمد بما وجدت الطبقه الثالثه. وباش نوجد الطبقه الثالثه غناخذو هاد الدانون اللي عندنا بالسوس، وغادي نزيد عليه الكيري ديالنا. نتوما اللي ما كانش مشوفر عندكم كما قلت تقدروا ديروا مكعبات. ودابا بجوجهم غادي نخدمهم بالباتور. ودابا ساليت من التخلاط ديالو، كيجي على هذا الشكل، كيجي كريمي. ودابا غادي نجيب الكيسان باش نزلو فيهم الديسير ديالنا. جبت الكيسان ديالنا باش نديرو فيهم الديسير. اول طبقه كنديرو هي ديال البسكوي، كنديرها في الكيسان كاملين. نتوما عندكم اختيار ديروا اي ديكور بغيتو، يعني تقدروا قول كريم ومن وسط تقدروا ديروا بسكوي على حسب. انا كندير بسكوي هو الاول، كنديرو لتحت بحال هكا، وكندير انا طايفه ديال الفريز كنكترش. ودابا غادي نزيد الكريمه ديالنا، هي الطبقه الثالثه اللي غادي ندير هذا الشكل. ودابا غادي نزيد هاد البسكوي اللي بقى لينا، غنزيدو من الفوق. بعد ما درت البسكوي غادي نزيد دابا العصير ديال الفريز ديالنا، هي الطبقه الاخر اللي كندير. دابا بعد ما ساليت، يعني درت كاع الطبقات ديالي ديال الديسير ديالنا، غادي نديرو في الثلاجه يبردو مزيان ونرجعو باش نشوفو الشكل النهائي. الديسير ديالنا بعد ما كنخرجو من الثلاجه كيجي على هذا الشكل، كيجي لذيذ وبارد. كنصحكم تجربوه. ما تنساوش تابوناو عندي في القناه وتخليو ليا لي كومونتير. وبالصحه والراحه.